خطى ثابتة ووفق رؤية مدروسة تمضي المشاريع التنموية في البلاد لتحدث نقلة نوعية ومميزة في مرافق الدولة بمختلف القطاعات وعلى اختلاف التخصصات. مبنى مجمع محاكم حولي الجديد صرح معماري مميز يمثل نقلة نوعية لمرافق العدالة في البلاد، وتم إنجازه بالتعاون بين وزارة الأشغال والجهة المستفيدة وزارة العدل. تبلغ مساحة مبنى مجمع محاكم حوالي 9000 متر مربع، بينما تبلغ مساحة البناء على الموقع بالكامل 148 ألف متر مربع. المبنى يحتوي على 52 قاعة محكمة، منها 40 محكمة كلية و12 محكمة استئناف. مبنى مجمع محاكم حولي أخذ في تصميمه الطابع الإسلامي ومستوحى من شعار وزارة العدل، ويعد نقلة نوعية مميزة للوزارة كونه مبنى ذكي وصديق للبيئة، كما أنه مجهز بأحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة، وذلك لتقديم أفضل خدمات التقاضي بأسرع وقت ممكن، كما أنه يسهل على المراجعين من المواطنين والمقيمين. مهندس صالح، في مبنى مجمع محاكم حولي، هذا المبنى صراحة المبنى الجميل اللي يعني يعد إضافة للمشاريع التنموية في دولة الكويت. في البداية لما نعرف موقع هذا المبنى، القيمة الإجمالية لهذا المبنى حتى يعني تسليمه. طبعا المجمع موجود في حولي، هو مو نفس المبنى القديم، مبنى موقع جديد خلف المطافي وخلف الجمعية التعاونية. تكلفة المشروع تقريبا 43 مليون ونص تقريبا. مهندس صالح، يمكن هذا المبنى من خلال المعلومات اللي عندنا أيضا من خلال بنيانة، مبنى يعتبر مبنى ذكي وفي نفس الوقت مبنى صديق للبيئة. في البداية نبي تعطينا معلومات يعني شلون مكونات هذا المبنى أن يكون مبنى ذكي. بالنسبة حق المبنى هذا، استخدمنا احنا فيه أنظمة جديدة. عندك أول نظام المحاكم الذكي اللي تكلموا عنه الأخوان، وعندك التكييف داخل هذا المبنى عبارة عن سائل يبرد خارج أوقات الذروة اللي هي من 7 بالليل لي 7 الصبح. نبرد هذا السائل لغاية 6 سلسيوس، وبعدين الصبح تشغل البنكات ويتوفر لك الهواء بارد بكل مكان في أقل استخدام للطاقة. وبالنسبة حق عندنا احنا شغلة ثانية، بالنسبة حق المبنى هذا تم استخدامها لأول مرة بالمبنى هذا اللي هو الألواح الشمسية. طبعا تقريبا بالنسبة حق التغطية الكاملة هي بداية، والتغطية تقريبا 4% من حجم المبنى كامل. بالإضافة عندنا شغلة اسمها الجري ووتر. الجري ووتر عبارة تجميع مياه المستخدمة في الحمامات وإعادة استخدامها مرة ثانية في الحمامات وفي الزراعة. نعم. بالنسبة أيضا من تجهيزات هذا المبنى، نبي نعرف موضوع اللي هو نظام الأمن والسلامة مثل الحرائق لا سمح الله، نبي نعرف تجهيزاته. طبعا مثل ما أنت تعرف الإدارة العامة للإطفاء لازم تعطيك شهادة في توفر جميع الأشياء الخاصة في هذا المبنى والعامة في جميع المباني. على سبيل المثال المرشات، السبرينكلرز، الأكزيت، سهولة الوصول حق الأكزيت،
نظام توقيف الأسانسيرات، نظام المضخات اللي بالسراديب والأشياء هذه. تعتبر قاعات المحاكم اليوم في مجمع محاكم حولي قاعات ذكية أو اللي يسمونها سمارت كورت، لامتلاكها لأحدث نظم التكنولوجيا لخدمة القضاء وتسهيل مهام عملهم داخل القاعة. جميع المحاكم لديها داخلها نظام الصوت والصورة، من حيث يوجد كاميرا فيديو داخل القاعة لتسجيل جميع أحداث الجلسة وبثها على الشاشات اللي موجودة داخل المحكمة. والقاضي راح يتمكن من استخدام جهاز ذكي داخل القاعة، وبحيث انه حتى يقدر اذا يبي يبث الجلسة في قاعة محكمة ثانية يقدر من خلال الجهاز الذكي، ويقدر يعرضها حتى مباشر اذا يحتاج. بالاضافة بداخل بالجهاز نفسه، الجهاز الذكي، القاضي اليوم يقدر يتحكم بالإضاءة داخل المحكمة، ويقدر يتحكم حتى بالميكروفونات اللي موجودة حق القضاء أو المحامين، وحتى حق منصة الشهود. والمحامي اليوم يقدر يجيب مثلا إذا عنده لابتوب يقدر يجيب، وإذا عنده أي مستند بالصوت أو الصورة يقدر يعرضه داخل القاعة من خلال استخدام وصلة الـ HDMI. وإذا حاب اي مستند كان صوت وصوره، واذا القاضي حاب انه يعرضها حق الجميع او حتى ممكن يقدر يعرضها بس حق القضاء، يقدر القاضي من خلال الجهاز نفسه.
تكون مشروع مجمع محاكم حولي من مبنيين، مبنى من المواقف السيارات يتسع ل 1200 سيارة، و 1200 سيارة منها للقضاة ومنها للمحامين وللمراجعين. طبعا كل المواقف مخصصة مفصولة عن بعضها عشان تضمن السير لكل جهة. ومبنى المبنى الرئيسي يتكون من 25 دور، منها طوابق متكررة للمكاتب والمحاكم. طبعا عندنا اربع انواع محاكم، عندنا اربع انواع محاكم، منها محاكم الرأي العام، ومحاكم جزئية وكلية واستئناف. عندنا ثلاث احجام للمحاكم، منها الحجم الكبير اللي فيها قفص الاتهام، وفيها المراجعة للإعلام. راعى التصميم الخارجي للمشروع، راعى البيئة الإسلامية والبيئة الصحراوية لدولة الكويت، فنقدر نشوف احنا من واجهة المشروع النقشات الإسلامية والجرانيت الموجود خارجيا اللي ماخذ على اللون الرملي. تعتبر واجهة المشروع الرئيسية الواجهة المائلة الزجاجية المضادة للانفجار الأكبر في العالم، وإن شاء الله راح تدش ويانا موسوعة جينيس قريبا. مهندس صالح، أكيد يعني مبنى مجمع محاكم حولي يتميز في أمور يعني عن مباني أخرى، نبي تعرفنا على هذه المكونات اللي موجودة والمميزات اللي تميز فيها هذا المشروع. طبعا المبنى مثل ما أنت عارف هو مبنى في جزئين، أول جزء هو المبنى المحاكم في ثلاث سراديب وتقريبا 31 طابق، والمبنى الثاني هو مجمع هو مواقف سيارات تسع 1200 سيارة. وبالنسبة حق المشروع هذا طبعا راعينا التصميم الإسلامي هذا اللي مثل ما هو موجود على الواجهة هذه، طبعا الإسلامي لأشم يدل على العدل هذا. واحنا طبعا مثل ما انت شايف الواجهه هذه تعتبر واجهه مميزه جدا، وتعليقها شوف هي 122 متر في 35 متر، هي الواجهه المنحنيه هذه، والتعليق على بس الوايرات الستانلس ستيل. مهندس محمد، احنا الحين في احد ادوار مبنى مجمع محاكم حولي، هذا المبنى الذكي والصديق للبيئه. ودنا الحين في هذا الدور اللي احنا قاعد نشوف فيه قاعات للجلسات، في اعتقد في مرافق ثانيه، نبي يعني تشرح لنا وتشرح للساده المشاهدين مكونات هذا الدور في البدايه. طبعا المبنى هذا مجمع محاكم حولي يعتمد على ثلاث مسارات مهمه عشان تكون بالصوره. المسار الاول هو مسار القضاة اللي راح نتكلم عنه، والمسار الثاني المهم أيضا مسار المحكومين أو المسجونين، والمسار الثالث هو المسار مال المراجعين واللي عندهم مراجعة أو قضية. راح نتكلم الحين بصفة عامة عن المشروع زين مثل ما نشايف، وراح ندش حق ممر القضاة. بس قبل لا ندش أوريك المكان في استراحة المراجعين، يعني هني المراجعين يستريحون واستراحة لهم هذه، وتطلع أرقامهم بالشاشات الموجودة هنا عندهم، وعلى هالأساس يعرفون أي محكمة يدخلوا. تفضل وياي الحين أوريك ممر القضاة. مهندس محمد، الحين بنعرف بالقاعة هذه حق شنو؟ اي حلو. الحين من تبطل الباب، من أول ما يتبطل وانت قاعد تمشي بالمبنى، الشيء اللي تشوفه بوجهك هذه يسمونها استراحه وكلاء النيابه. فقط استراحه حق وكلاء النيابه، هذه حق وكلاء النيابه. نعم. بالنسبه للقضاة، القضاة راح تشوفون الحين. يلا توكل. مهندس محمد، الحين احنا في هذه الممر او هذه القاعه، شنو هذا اللي فيه؟ طبعا هذا الممر الخاص بالقضاة مثل ما قلت لكم. نعم. الحين
يبلش. أول شيء أول ما تطلع من الغرفة هذه شو تشوف؟ تشوف الغرفة هذه، هذه غرفة حق الخدمات، كهرباء، ماي، سلم طوارئ، سلم نجاة، موجودين. فهذا البوكس فيه سوالف هذه اللي قلت لك عليها. الممر الحين هذا وين راح؟ الممر هذا طويل، يعني الغاضي يدش هنا مستانس. زين على كيف ايه. ممر طويل وراح لما النهاية ويلف بعد. يلف. وراح اوريكم. زين وفي قاعة المداولة. اي راح تشوفون الحين بعينكم شنو اكو بالممر هذا حق القضاة. خلينا نشوف يلا. يلا. اخوي نواف يعني الحين احنا ما زلنا في ممر القضاة. حلو. بس الدور ترى مشبع بالمحاكم، في محكمتين كبار زين ومحكمتين وسطى ومحكمتين صغار زين. فكل تخيل من الطابق 15 ل 28 كله كذي زين. الحين ما نسمع محمد احنا رايحين على بعض القاعات والجلسات. ايه. ممر القضاة جلسات حق شنو؟ اي الحين اقول لك ممر القضاة هذا الحين راح نراويكم اول شيء احدى المحاكم الوسطى الموجوده بهالدور. تفضل. اي تفضل. ايه مهندس محمد احنا الحين في القاعه من القاعات. احنا الحين في محكمه من المحاكم اللي موجوده بالدور، قلت لك في سته، ثنتين كبار ثنتين وسط ثنتين صغار. هذه احدى المحاكم الوسطى، واحده منهم هذول. طبعا مثل ما انتم شايفين كراسي القضاة والمستشارين والحاجب وامين السر، وهذه السيرفرات الموجوده. هذه احدى المحاكم قاعد اقول لك ليش ذكيه، لان فيها شغلات حلوه ما كنا نشوفها، الحين قمنا نشوفها. شوف هذه مثلا السيرفرات تطلع طبعا اخواني هم ديتيلز اكثر راح يتحجون عنها. طبعا القاعات هي متشابهه في التجهيز النظام، من محكمه الى محكمه تفرق. المحكمه الكليه الكبيره ديزاينها غير، فكل واحده لها ديزاين. يعني الوسطى ممكن تلاقين نفس اللي يمها نفس الديزاين، بس المحاكم الصغرى شوي اصغر ولها ديزاين ثاني، والكبيره طبعا اكثر وفيها ديتيلز اكثر، وراح تحكون عنها اخوان المهندسين ان شاء الله. بس اكيد يعني في غرفه مداوله حق القضاة اذا كانوا طبعا طبعا اكيد كل محكمه لازم لابد ان تكون غرفه مداوله. خلينا نشوفها. تفضل. يلا تفضل. طبعا هني اخوي نواف كل محكمة، شفت المحكمة الوسطى اللي كنا فيها مساء؟ كل محكمة ملحقة تكرم في حمام وغرفة مداولة. هني تصير غرفة المداولة، يقعدون القضاة والمستشارين عشان يختارون الحكم المنفذ أو اللي راح ينفذونه. نعم. طبعاً أكيد القضاة لهم قاعة، يعني قاعة استراحة غير المداولة. طبعاً راح نشوف هالشيء إن شاء الله الحين. تفضل. طبعاً أخوي نواف مثل ما تشايف هذه استراحة مخصصة للقضاء فقط. فقط. فقط يعني ليس المحامين الأفاضل وليس وكلاء النيابة الأفاضل وليس المراجعين طبعاً. فقط للقضاة. طبعاً مثل ما شايف هني استراحة هذه يقعدون فيها هني بعد المداولة ممكن يستريحون فيها. أيضاً لا أنسى نقطة مهمة. مثل ما شايف هني في أسانسيرات. المصاعد هذه. مصاعد. المصاعد هذه. المصاعد هذه. مخصصة للقضاة فقط، يعني القاضي من أول ما يجي المشروع ويدخل سيارته لمواقف خاصة طبعاً تحت لا باسكود يدش فيه حق السيارة، يفتح له الأسانسير، يصعد على الراحة لمحكمته. نعم. فكل هذه مخصصات حق القضاة. طيب مهندس محمد، يعني احنا نعرف أن المحامين السادة المحامين الأخوة وأيضاً وكلاء النيابة عندهم نعم. بطاقات أيضاً نعم. مخصصة. هل البطاقات هذه لها دور؟ طبعا، لان هذه ما تفتح الا للقضاة، مخصصه فقط للقضاة. نعم. يعني يستحيل تفتح حق واحد ثاني الا القاضي. نعم. طب نبي نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المبنى، الأدوار، المحاكم وين تتواجد، عدد المحاكم اللي تتسع في هذا المشروع. تمام. بالمجمع هذا عندنا 52 محكمة،
40 محكمة كلية و12 محكمة استئناف.